بالرغم المشاكل اللي هي بطبيعة الحال ظرفية وتعيشها عدة دول في العالم، ولكن شوفوا راهو بلادنا فما برشا مناطق اللي هي مضيئة، فما برشا قطاعات قاعدة ناجحة، فما برشا معناها عباد قاعدة تخدم وقاعدة تنتج وقاعدة تقدم. هذاك علاش حبينا بالتظاهرة هذه نوريو جانب مضيء نتاع بلادنا، جانب مضيء معناها من المخزون نتاعنا الثقافي والحضاري، وكذلك مع الابداعات نتاع الطاقات الشابه. احنا هذا هو ان شاء الله انطلاقا من السنه القادمه باش نحاولوا نعموها هذه بطبيعه الحال اذا كانت تتوفر الامكانيات، على خاطر كما تشوفوا راهو العرض هذا صوت وصوره راهو فيه ميزانيه كبيره، وماذا بينا نتعاض الجهود باش نوفروا العروض هذه في كامل تراب الجمهوريه. هو تظاهر اسمه ضوي المدينه، هو بطبيعه الحال نحبوا نضويوا مدينه تونس، نحبوا نضويوا على بلادنا، نضويوا عليها باش نوريوا معناها لبلادنا راهي فيها ثراء كبير، فيها مخزون حضاري، فيها مخزون طبيعي، فيها طاقات، فيها موارد بشرية، كذلك بلادنا تنجم تنتج، تنجم تبدع، وحبينا من العرض هذايا نوريه اللي احنا نجموا نروجوا لبلادنا بطريقة مغايرة، نجموا نوفروا مسالك سياحية جديدة، كما اليوم عملنا مسلك سياحي جديد، مسار واستدعينا سادة سفراء باش يرافقونا في التجربة هذية، ونحبوا دعوة لتوانسة الكل باش يعيشوا التجربة هذية جديدة، وكذلك الزوار والسياح باش يجيو بلادنا، راهو فما عدة تجارب ينجموا يعيشوها في كل منطقة من بلادنا العزيزة. موسم السياحة إن شاء الله كل بوادر كل طيبة، وبطبيعة الحال احنا قاعدين نستعدوا للذروة بتاع النشاط في فصل الصيف بطبيعة الحال بتضافر جهود مختلف الوزارات قاعدة تعاون فينا، المهنيين قاعدين زي كثير مساعدين، احنا وزارة السياحة قاعدين حاليا تو نقوموا بعمليات رقابة المنتوج السياحي باش يكون جاهز بطبيعة الحال، كذلك فما المسألة المتعلقة بالنفاذ الوجهة التونسية، كذلك معنا وزارة النقل تخدم في المسألة هذه، فما تعاون مع وزارة البيئة لتحسين معناها النظافة والجمالية المحيط، ان شاء الله بطبيعه الحال المواطن التونسي عنده دور مساهمه، هذه مسؤوليه مشتركه، راهو القطاع السياحي ملك الجميع، وبلادنا مسؤوليه نتاع الناس الكل باش نتعاونوا بطبيعه الحال باش القطاع هذايا ياخذ المكانه اللي كان عليها في السابق، ولما لا افضل من السنوات السابقه.